السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي والداري معهين. نتمنى تكونوا على خير واموركم كدوز بخير وعلى خير نتوما والعائله ديالكم. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم هاد الحريشات بالتفاح، كيجيو لذاذ بزاف، معسلين معلكين رطبين هشاش، كيجيو رائعين، مقادير اللي جد بسيطه وكتخرج لينا واحد الكميه اللي كتكون ما شاء الله. غادي ندوزو بسم الله على بركه الله للمكونات وطريقه التحضير. عندي هنا واحد الاناء غادي نضيف فيه واحد الحبه ديال البيض، ماشي مشكل يكون الحجم ديالها كبير او صغير اللي متوفر عليكم. هنا حبه ديال البيض. بالنسبه للحرشه ماشي مشكل ان البيض يكون في الثلاجه، يعني هي ماشي بحال الكيكه انها غتخسر لينا. قبيصه ديال الملح دائما لتصحيح الذوق، قبيصه صغيره كنديرو هكا باش كتصحح لنا الذوق ديال جميع الوصفات اللي كنديرو. وغادي ندير تقريبا 5 ديال المعالق ديال السكر حبيبات او السكر سنيده، ودائما السكر كيبقى على حسب الذوق ديالكم، يمكن لكم تضيفوا غير جوج المعالق، يمكن لكم تضيفوا غير معلقه، انا نضفت 5 ديال المعالق. وجات الحلاوه هي هذيك، يعني الحلاوه كتجي هي هذيك، ما كيجيوش حلوين بزاف لان 5 المعالق ماشي عامرين بزاف. غادي نضيف هنا رشه من الفاني، انا كنستعمل هذا الفاني البودره، يمكن لكم تستعملوا ساشي من الفانيلا، يمكن لكم تستعملوا قشور الحامض او قشور الليمون، يعني اللي متوفر عليكم هكا بتنسمو به وكتفضلوه يمكن لكم تستعملوه. انا استعملت هنا غير الفاني، كناخذ الطراب اليدوي فقط، ماشي ضروري ان نستعمل الطراب الكهربائي، وكنخلط العناصر مزيان حتى كتنسجم ليا، حتى كتذوب لينا داك السكر. هو السكر كل ما كان حبيبات اللي كيكونوا هكا صغار كل ما كيذوبوا لينا دغيا، يعني نحاول انني نخلط مزيان. ومن بعد كنضيف نصف كاس ديال زيت نباتيه، دائما بالعبار ديال كاس العنبه نصف كاس فقط. وغادي نضيف واحد كاس ديال الحليب، حليب بارد، يعني مش ضروري اننا ندفيه، غير حليب بارد. كنخلطوا العناصر مزيان حتى كنحصلوا على قوام اللي كيكون هكا كريمي، يعني بحال شي كريمه، باش كنتاكدوا ان الحبيبات ديال السكر كيذوبوا لينا، باش كتجينا جميع الوصفات ناجحه ضروري كنخدموا السكر مزيان مع البيض باش كيذوب لينا. من بعد غادي نضيف داك الكاس ديال الحليب، وغادي نحاول انني كنخلطها هكا مزيان بالخلاط حتى كيتجانسوا العناصر. ومن بعد غادي نضيف جوج الكيسان ديال السميده، كل كاس كيوزن 100 غرام، اللي هي المجموع 200 غرام بالنسبه للعبار بالكاس ديال العنبه. كاس العنبه المعروف الشاي المغربي، يعني معروف دائما كنقول اللي ما عندكمش يمكن لكم تعبروا بالكاس ديال الياغورت، هكا شي كاس ديال الياغورت عندكم راه كيكون القياس ديالو تماما. صافي كنضيف هنا جوج الكيسان بالعبار ديال كاس العنبه ديال السميده الخاصه بالبسبوسه، يعني السميده الرقيقه، وكنخلط مزيان. جوج الكيسان كافيين، كيجي الخليط هو هذاك شويه، يعني كيجي ما تقيلش، ولكن من بعد ما كندوزو نوجدو التفاح كي يعني كيشرب، معروف ان السميده دغيا كتشرب لنا، لهذا ما تضيفوش اكثر. هاد المكونات اللي عطيتكم كنحتاجو لها جوج الكيسان. غادي نضيف كيس ديال الخميره من فئه 8 غرام، يعني هنا جاوني تساؤلات ديال الخميره، هنا هي اللي كنستعمل، يعني كنت ذكرت في فيديوهات انني كنستعمل الخميره الاقتصاديه لان دائما كنحطها بالملعقه. كناخذ هذه اللي فيها تقريبا 900 غرام، كدير 20 درهم هكاك، يعني كدير 20 درهم وكتقام اقتصاديه، يعني كتبقى مده 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 تقريبا تاخذ، يعني كيف ما كنحضر انا دائما الوصفات وراه كتبقى لي عام. هذه احسن، كدير 20 درهم فيها 900 غرام راه فيها الخير والبركه، احسن من ديك اللي كناخذو هكا، يعني العلبه اللي كتكون فيها تقريبا كيكونوا فيها 10 ديال الحبات كتدير 5 دراهم، يعني تقريبا هذيك كيخص واحد جوج للشهر، خصوصا الاخوات اللي كيتغداو هكا للشهر كتخصهم واحد جوج، واخا ما يكونش يحضروا الوصفات بزاف. هذه كناخذها انا وراه تقريبا كتبقى لي عام، واخا كنضل نحضر هكا في الوصفات كتقام اقتصاديه وزوينه بزاف، احسن من ديال العبار. هذه بالنسبه للاخوات اللي كانوا يعني سولوني كيفاش كتاخذي هذه الخميره الاقتصاديه، دائما كنعبرها بملعقه باش كنعرف 8 غرام، يعني كنعبرها هكا في الميزان عبرتها بواحد الملعقه، صافي ديك الملعقه كتوزن 8 غرام، وليت دائما كنهز بها الخميره. صافي هنا كيف ما لاحظتوا خديت مقله، ماشي ضروري ان تكون عندكم هذه المقيله، ولا كانت كيجيو هكا زوينين وكيجيو مقادين. حاولت انا ندهنها بشويه ديال الزبده،
وكيف ما لاحظتوا في الفيديو يعني قطعت معكم هكا التفاح. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش ديك القطاعه اللي كتقاد لينا هكا التفاح وكتحيد لينا هذاك النواه اللي كيكون هكا الوسط، يعني كنقطعو عادي بالسكين ومن بعد كنحاولوا اننا كنحيدوه بشي اداه. انا بالنسبه ليا حيدته هكا بديك الاداه اللي كنخرجوا بها هكا كريمه ديال لابوش ديال الكريمه، وكيجي هكا مقاد وكيجي الشكل ديالو مقاد تماما وكيجي زوين. صافي هنا مباشره بعد ما دهنت المقله ديالي غنحاول انني نرشها بشويه ديال السكر هكا باش كيتعس لينا داك التفاح، وهاد المرحله ما كنديرو حتى لاخر لحظه باش ما كيكحلش لينا التفاح، يعني كنخليو التفاح اخر حاجه باش كيبقى محافظ لينا على اللون ديالو. صافي مباشره كنحاول انني كناخذ ديك القطع ديال التفاح وكندير كل قطعه في واحد الجهه من المقله، ولا ما عندكمش يمكن لكم تستعملوا ديك المقله الصغيره او استعملوا مقله كبيره وخذوا داك الاطار اللي كنديروا به هكا الحرشه، يعني راه معروف دوك الاطارات ديال الحرشه الثمن ديالهم غير 8 ديال الدراهم. ناخذوا داك الاطار هكا راه كيكون ديال الحديد ونحاولوا اننا نحطوا في المقيله ونديروا فيه هكا التفاح، يعني نفس العمليه كيف درنا هكا حتى كتشد راسها، ونعاودوا نكملوا نديروا الكميه الاخرى، يعني راه كتكون تماما بحال هكا. غير هاد المقيلات هادو اللي عندها كيجيو هكا ساهلين وكيجيو سريعين، يعني كنوجدوا واحد الكميه اللي كتكون سريحه. يعني بالنسبه لي انا هاد الخليط حط ليا تقريبا ثلاثه المقلات بحال هكا، يعني صوبت الكميه الاولى عاود درت الكميه الثانيه والثالثه. صافي هنا مباشره كنبقى كنضيف هكا داك الخليط بشويه، ضروري كنضيفو في الوسط هو الاول، يعني في الوسط حتى كيتشد لينا هكا التفاحه. هاد من بعد كيسيح الراسو في الجناب ونساعدوها كيسيح شي شويه. صافي كيف ما لاحظتوا هكا يعني المقله عندنا بارده ماشي ضروري اننا نسخنوها، لانه ما كياخذش الوقت في الطياب، يعني دغيا كيطيبوا. ونحاولوا اننا نديروا كل جوج المعلقات فوق من التفاحه، ما نكثروش بزاف لان الا كثرنا كيفيضوا لينا. صافي كيف ما لاحظتوا العافيه اللي كتكون هكا معتدله، يعني ما مجهداش بزاف وما منقوساش بزاف. وتنحط هذيك المقيله ديالي وتنخليهم حتى كيبانوا لي تحمروا هكا من الجناب، يعني كيخذوا داك اللون مذهب. صافي مباشره كندوز كنقلبهم، ضروري ما تنغفلوش عليهم تنحضيهم لانهم ما كياخذوش الوقت نهائيا في الطياب، دغيا تيطيبوا هاد الحريشات هادو. وداك التفاح كيجي هكا معسل وكيجي صراحه زوين بزاف. صافي مباشره غير كيبداو هكا كيديروا فقاعات بحال البغرير، وخا ما كيكونوش هكا طابو مزيان من الوسط. صافي كنقلبهم، ضروري نقلبوهم، وكناخذ هكا واحد العود اللي كنديروا ديال الشواء هكا اللي كيكون من الخشب باش ما كيخسرش المقله ديالنا. كنحاول انني كنساعد هكا باش كنهزها. صافي مباشره كنهزها وكنقلبها. كيف ما لاحظتوا داك التفاح يعني كيولي داك السكر يعني كيولي بحال الكراميل وكيعسل لينا داك التفاح من الوسط. كنصحكم انكم تجربوهم، فعلا كيجيو صراحه زوينين زوينين بزاف، وكيجيو هكا خفافين، يعني كيجيو صراحه اللذات كيجيو خفافين. صافي كيف ما لاحظتوا كنبقى مستمره هكا حتى كنهزهم، وبشويه نتعاملوا معهم شويه لانهم هشاش هشاش بزاف باش ما كيتهرسوش لينا. بالنسبه يعني للحبات الاخرين ما غاديش نقلبهم حتى يتحمروا ليا تماما من الجناب، يعني ياخذوا هكا داك اللون اللي كيكون مذهب من الجناب، عاد كنحاول انني نقلبهم. شوف كما لاحظتوا مازال ما حمروش ليا، ما غاديش نقلبهم باش ما كيتهرسوش لينا لان الحريشه عندنا هشيشه بزاف. كنبقى مستمره هكا حتى كنكمل الحبات اللي عندي كلهم. ضروري من بعد ما كنحيدوا هاد الحبات كنمسحوا المقله وكنحاولوا اننا نخليها تبرد شي شويه، عاد من بعد كنكملوا الحبات الاخرين باش هكا داك السكر ما كيذوبش لينا الا كانت المقله سخونه. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم كيف ما لاحظتوا، كيجيو صراحه زوينين رطبين بزاف هشاشين، وكيجيو معلكين بداك التفاح وكيجي هكا التفاح رطب. ملاحظه ان التفاح ما حيدتش ليه القشره نهائيا، خليت ليه القشره باش كيبقى محافظ على شكله. كيجي هذا هو الشكل النهائي ديالهم كيف ما لاحظتوا من الداخل، كيجيو رطبين وكيجيو صراحه بنان بنان بزاف وزوينين. متاكده غادي يعجبوكم، اكيد جربوهم، ما تنساوش انكم تجربوهم، كيستحقوا التجربه. لعجبتكم الوصفه ما تنساوش انكم تخليو لي لايك ديالكم للتحفيز، وتعاليقكم اكيد. شاركوا الوصفه مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. الا كنتو اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش انكم تشتركوا باش يوصلكم كل ما هو جديد. خليتكم على خير وخليت لكم الراحه الى وصفه قادمه باذن الله.